طيب خلينا نشوف تقرير يتحدث عن محمد نور والمفاوضات النصروية اللي تنتشر أخبارها في كل مكان. تابع. هل سينتقل محمد نور للنصر؟ هذا السؤال هو حديث الساحة الرياضية في اليومين الماضيين، فبعد أن استلم نور مخالصته المالية من ناديه السابق الاتحاد تسارعت الأحداث بشكل مذهل. دخل النصر في خط المفاوضات مع وكيل اللاعب عبدالله الحمدان، واجتمع مع رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي الذي عرض على اللاعب مبلغا مغريا يسيل له اللعاب قدره 4 ملايين ريال لمدة موسم ونصف. وكيل أعمال اللاعب أبدى موافقته، ولكن الكلمة الأخيرة لدى اللاعب نفسه. الأنباء تشير إلى أن محمد نور طلب مهلة للتفكير، والإدارة النصراوية أيضا مؤيدة لذلك، خصوصا أن الفريق لعب اليوم مباراته ضد الشعلة في الخرج، والأنظار متجهة لكسب اللقاء ومن ثم فتح خط المفاوضات مجددا. وهناك رواية أخرى وهي الأقرب، بأن حسم الصفقة سيتم يوم غد بعد أن يأتي محمد نور للرياض ويجتمع مع الإدارة النصراوية للتوقيع. فهل سنشاهد محمد نور بقميص فارس نجد؟ توفيق. نور لاعب كبير، وأنا أشوف أنه هو وحسين عبد الغني ومحمد الشلهوب تقريبا آخر الأساطير عندنا في الكرة السعودية حقيقة. أتمنى من اللاعب محمد نور يعني أن يقف عند هذا الحد ويعتزل حفاظا على تاريخه. لا أتمنى أنه نشوف محمد نور في أي نادي حتى لا يشوه هذا التاريخ، وعم صنع تاريخ كبير في أي نادي ولا النصر تحديدا؟ لا، في أي نادي، في أي نادي حقيقة. ليش شو ليش هو تاريخ هذا لعب في أي نادي؟ لأنه يعني حيلعب في 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 نادي سنة ونص، يعني وبينتهي يعني له بالله يعني، والاتحاد بعد ما لعب مع الفريق الآخر سنة أو سنة ونص يعني ما هو بينضحى في الاعتزال. ناقض نفسك يا أخي، تقول أنت حسين عبد الغني أسطورة وهذا لا ينتهي في أي نادي. طيب حسين جاء من الأهلي في النصر. لا بس نتكلم على عمر حسين لما جاء وكان محترف برا المملكة وجاء أسطورة. أنت الحين قبل شوي مثل محمد نور طبيعي وتقول نور لا يلعب في نادي، ولا أعتقد أنه شخص يعلم عن إنجازات الكابتن حسين عبد الغني. ما اختلفنا احنا الحين، بس أنت تقول حين نور يعني احنا ما اختلفنا، ما راح نعلق على الكلام حتى لو اختلفنا معك يعني. لكن تقول نور ما يلعب في نادي. لا أنا حسين عبد الغني لعب طيب الحين في النصر. طيب بس حسين عبد الغني جاء نادي النصر بعمر أقل، جاء نادي النصر محترف خارجيا من الخارج، وما زال حسين عبد الغني من اهم الاوراق في نادي النصر، وكان من يعني انا ارى انه من الاجحاف عدم ضمه للمنتخب السعودي في المباراتين السابقتين. نور ما يلعب؟ انا اعتقد انه من الافضل انه ما يلعب يعني. ما عنده فن يعني، ما عنده قدره فنيه. لا هو ما اعرف عنده قدره فنيه، وما يعني بالنسبه يعني اخر مباريات ما كان مقنع بالنسبه للمتابعين. لكن هل لجا النادي اخر ممكن يقدم فنيا؟ بس حتى لو قدم يا تركي قدم سنة وستة شهور، حرام انك انت تطلع من نادي الاتحاد في نادي اخر وبعدين تطالب يعني بحفظ هذا التاريخ عبر حفل الاعتزال. هل سترجع لنادي الاتحاد او لنا؟ انا اعتقد انه لو سوى حفل اعتزاله الان بعد اخذ مخارصته من نادي الاتحاد وتحتفل في جميع الجماهير السعوديه، خصوصا انه رقم صعب في الكره السعوديه زي ما قلت لك من اخر الاساطير. سامي. طبعا نتفق على الطريقة اللي تعاملت فيها الإدارة التحدية مع نور، لأنها لم تكن حقيقة مرضية لنا كمحبين لهذا اللاعب أو متابعين. الأمر المهم اللي بقوله أنه نور الآن أمام مفترق طرق، إما أنه يعيش صراعات النفسية وعلى ذكريات الماضي أنه في الاتحاد هو النجم الأبرز والأوحد والمؤثر أوكي، وصاحب السطوة والحظوة وكل شيء، يشيل مدرب يجيب لاعب يبعد لاعب ما يحضر تمرين صباحيه وما المدرب ما يتكلم. اوكي بس ما اعتقد انه في لاعب ممكن يشيل مدرب يعني. طيب ما في مشكله اوكي، اذا هو بيعيش في هذا الصوره اوكي ما راح يسمر ولا راح يعني يقدم اي عمل في اي نادي، سواء راح للنصر او الهلال او حتى لعب في بني ياس. لكن الطرف الاخر اذا هو
بعد ما وقع المخالصة مثلا وقال أنا أبغى أثبت نفسي أحترق، أنا أبغى أثبت لمن وقعت معهم المخالصة أنه ما زلت قادر على طاعة الأقل السنة هذه والسنة اللي بعدها أوكي، وجاء لفريق تتوفر فيه مقومات البطل والأجواء مهيئة إلى أنه يحقق شيء هذا الفريق، نور يعتبر إضافة. مثلا لو قلت لك يعني أنه راح للهلال أوكي، الهلال فيه مقومات الفريق البطل القادر على تحقيق بطولات واللي في المستقبل القريب ممكن يشارك ويتقدم في تحقيق شيء للنادي والكرة السعودية، نور حيكون إضافة. فهمتني؟ إذا توفر له عوامل النجاح وهو في قرارة نفسه قال أنا أبغى أتحدى، بعيش التحدي السنة هذه والسنة اللي بعدها اللي هي قادر عليها أنه يحقق شيء. هذا إذا راح الهلال. لكن أنا أقول لك إذا راح غير الهلال راح النصر. إذا راح النصر؟ والله ما أعتقد. ليش؟ ما يشكل إضافة؟ شكل إضافة بس راح يتعب الحين إذا توفيق يقول قبل شوي وهو النصراوي القريب لا بالنسبة يقول لك أنه يعاني النصر ما في أجانب ما في لاعبين صح يعاني ما حيشكل إضافة ما راح يسوي لنفسه شيء يعني بالعكس بيخسر أنا رأيي هذا هذا رأي ولا بس استفزاز للنصراويين أنا ليش دائما أرائي إذا جيت الروتانا تعتبر ناس استفزاز يعني معلش ما أفهم أنت تسألني وأنا جاوب إيه وأنا أسألك الحين قيس أنت استفزاز أعتبرها استفزاز طيب هذا شيء يرجعك أسألك سؤال من ضمن الأسئلة اللي قبل شوي ليش طيب لا لأنك تقول ليش هذا تبغى تمتنع عن جواب هذا رأي صنفته أنت قلت هذا رأي ولا استفزاز أنا أعطيتك خيارات صارت قل رأي قل رأي رأي بكل بساطة طيب شكرا بس أختلف معك ترى في مسألة إنه حسين عبد الغني أسطورة تقول أنت طيب خلينا نروح الفاصل ما خلينا مش معايير الأساطير ابشر ابشر سعد العبدلي يكتب عن إقصاء الرموز